8.6 نجوم فم على كيفك دلوقتي. عسيلي على الراديو مع أحمد العسيلي على نجوم فم. عزيزاتي عزيزي سميات نجوم فم زيكو كده. بس بقى عندي برد بقى من اللي هو مفيش عفو النهار. تسمعوا عطس تسمعوا كحة يعني اهو عادي ها ومتخضوش. ماجد خلي بالك من احمد العسيلي معاكو على الهواء وماجد يوسف. وحلقة النهاردة بقى يا سميعة عندها غرض خطير جدا الحقيقة. حلقة النهاردة هتفسر لكم المفروض احنا ليه دولة عكاكة وشعب عكاك يعني كده عموما. ده طبعا مع فرض انك مصدق ان دولة عكاكة وشعب عكاك. ابعت كده SMS على 1006 وبوست نجوم فاهم على فيسبوك تويتر قول لنا احنا ليه دولة عكاكة؟ ليه بنعك؟ ليه بنعمل حاجة وبعدين بنرجع فيها؟ ليه عندنا مشاكل عمرها 50 و60 و70 سنة ما بتحلش؟ ليه عندنا مشاكل بسيطة جدا بس برضه ما بتحلش؟ ليه ما بنتغيرش؟ برضه طبعا السؤال ده اللي شايفين اننا عكاكين ها؟ اللي مش شايف اننا عكاكين اصلا معلش يمكن لما تسمع الحلقة دي تعرف. اهلا بكم في عسيلي على الراديو. في رسائل كتير قوي كلهم بيقولوا ان عشان احنا كده اصلا يعني احنا اصلا شعب عكاك وكده. بس ما بيقولوش الاسباب الحقيقة. وفي شوية مسجز قال بتقول يعني معترضين يعني ما بيحبوش هم حد يقول علينا يعني ما انت مصري برضو وانت بتشتم نفسك على فكره وكده وانت عكاك كمان وكده واحنا كده ما ينفعش تقول علينا عكاكين احنا جامدين قوي كده. حبيبي يعني اللي يحب يقول على نفسه ان احنا اشطر ناس ده خليك يعني تسعر. انا بكلم الناس اللي هم عايزين يشوفوا احنا مالنا الحقيقه. اللي هو شايفنا تمام مش مالنا خلاص انت بتروح الدكتور لما تكون مش عيان خلاص يعني ما بتروحش الدكتور ما تكون مش عيان. انت شايفنا مش عيانين ما تروحش الدكتور. في بمناسبة انت عارفين النهارده لقيت حاجة كوميدية جدا خبر كده جه قدامي بالصدفة. في نوع كده مش كل الدكاترة في الصين ومش عارف بالظبط هل هو في حتة معينة يعني ولا ايه. بس المهم ان في نوع من الدكاترة في الصين بيعملوا ايه بقى. انت بتروح للدكتور ده بيشوفك وبتاع يشوف ايه نظامك وكده ويشوف ايه اللي بايظ عندك ايه اللي محتاج تظبيط يظبطه كده. طول ما انت سليم معيتش بتدفع له فلوس. لما تعيا ما بتدفعش. هو شغلته ان هو يخليك اصلا ما تعياش. فلو عييت تبدا ما تدفعلوش عشان هو يبقى عنده كونفليكت اوف انترست يعني يبقى في تضارب في المصالح بين انك تبقى عيان وان هو يبقى بيعمل فلوس. انا دكتور بتاعك ازاي كل ما انت تعيا وكل ما حالتك تتدهور كل ما انا اعمل فلوس اكتر. لا احنا لازم نعكس الحكايه. انت كل ما تبقى سليم انا اخد منك فلوس. تعيا افضل انا اللي اعالجك على حسابي. فكره عبقريه جدا برضو والله. معلش هو بره موضوعنا بس في نفس الحته دي. هو يعني هي حاجه ليها علاقه بالحلقه بتاعتنا برضو. بس هو كان حد بيتكلم على موضوع فكره اختلاف البرسبشن ده اختلاف الـ وجهه النظر يعني اللي بنشوف منها الاشياء وازاي بتغير كل حاجه. قال لك مثلا انت لو وقفت دلوقتي في نيويورك وواحد ياباني راح سألك هو لو سمحت البلوك ده اسمه ايه. البلوك ده اللي هو اللي يعني الشوارع مثلا تخيلوا مربع حواليه 4 شوارع مربع سكني كده على بعضه. فالمربع السكني ده واحد واقف ياباني بيسأل في نيويورك بيقول له هو المربع ده اسمه ايه. فالراجل بصص ويقول له يعني انت عايز شارع ايه احنا ما عندناش اسامي المربعات عندنا اسامي للشوارع. فيقول له دي حاجه غريبه جدا ويسيبه ويمشي. ليه بقى الراجل الياباني بيقول كده؟ لان الراجل الياباني عنده في اليابان مفيش اسامي للشوارع هم اصلا بيسموا المربعات. طب تروح تسال ياباني زي ما انت بتروح يعني تدي عنوان بيتك لحد ازاي تقعد تلف حواليه بتاع يقول له عادي بالارقام. قال له الارقام دي بتتحط ازاي؟ يقول له عشان هي بتتحط يعني البلوك اهو وبعدين ده اول واحد بنى بيتي يبقى ده بيت نمره 1. ده بيت تاني اتبنى مش جنبه خالص في حته تانية من المربع يبقى ده البيت نمره 2. التاني 3 مثلا عادي يعني. شو تعرفوا قد ايه يعني الاختلاف ده شيء مهم واساسي عشان الواحد يفهم. مفيش حد بيفهم ابدا اي حاجه في الدنيا من غير ما يشوف الناحيه الثانيه القفا بتاعها لمؤاخذه. تعالوا بقى نبدا الكلام عن الموضوع ده بالكلام عن الموضوع بتاع احنا ليه عكاكين ده بالكلام عن البحث العلمي لمؤاخذه. دايما تسمعوا الكلمه دي في الاعلام وفي غيره البحث العلمي البحث العلمي ميزانيه البحث العلمي اهميه الاهتمام بالبحث العلمي مش عارف ايه البحث العلمي الخ الخ. يعني ايه بحث علمي اصلا؟ ايه ده؟ اقول لك البحث العلمي يا سميعه هو ببساطه كده انك تدور بشكل علمي باستعمال العلم على طريقه احسن تعمل بيها اي حاجه انت بتعملها. كويس كده؟ قولوا كويس.
علما بأن طبعا البحث العلمي ده ما بوقفش أبدا، للعلم نفسه محدود دايما بنعرفه، كل ما نعرف أكتر كل ما يروح قدراتنا على البحث أصلا تزيد، واللي نعرفه ده بيتحط كمعطيات نبدأ بيها رحلات بحث جديدة عن اللي ما نعرفوش، فيبدأ كده المعرفة بتاعتنا تتمدد. ده اللي حصل يعني طول عمر تاريخ البشرية الطويل، كل ما نتعلم أكتر كل ما البحث العلمي ده بيلاقينا طرق أحسن بكتير بقى من الأول نعمل بيها كل حاجة. يعني أنت هتعمل مثلا عجلة، البحث العلمي التفكير العلمي هو اللي خلى بني آدم ينتج أول شيء مدور كده عشان يحط عليه عربية ويزقها، ده بحث علمي. وبعدين أول ما يعمل دي بيشوف طب أنا عايز أحط أعمل عجلة حربية عايزة تجري بسرعة جدا، العجلة اللي أنت عاملها دي مش هينفع تجري بسرعة جدا، طب نعمل إيه؟ ده بحث علمي برضو. وبعدين يلاقي دي، وبعدين يلاقي نفسه محتاج حاجات أكتر بقى وكده، كل ده اسمه بحث علمي. كويس؟ طيب دلوقتي طبعا احنا مالناش علاقه بالحكايه دي، الناس اللي هم اللي بيقودوا تطور في الدنيا هم زي ما احنا كده المصريين هم اللي عملوا عجله حربيه زي ما ايام كان عندنا حضاره. وبعدين احنا دلوقتي مالناش علاقه بالحكايه دي خالص، ها احنا متوقفين تماما عن الموضوع ده، فيش غير شويه طفرات كده يعني ساعات تفتح الجورنال تلاقي مش عارف حد وما بتبقاش متاكد يعني والاختراع ده بجد ولا ايه، لان برضو احنا ما عندناش بيئه يعني بتاعه بحث علمي. بس عموما هو ده الطريقه اللي الناس بتعمل بيها بحث علمي. طيب تعالوا الاول نقسم موضوع البحث العلمي ده لقسمين اساسيين. في البحث العلمي يا سيدي اللي بيطور بقى طرق الزراعه الصناعه البناء وهكذا، كل حاجه في الدنيا، ازاي تطلع محصول اكبر واجود من نفس الارض، ازاي تطلع محصول اكبر واجود من نفس الارض بانك تستعمل ميه اقل، ازاي تبني كوبري معقد جدا، ازاي تبني بتكلفه اقل من غير ما ده ياثر على جوده اللي انت بتبنيه، ازاي تبني بيوت موفره للطاقه، ازاي تعالج الامراض بادويه جديده او باجهزه اكتشاف مبكر او بجهاز السيد عبد العاطي بتاع الكفته وهكذا. دول كلهم ملايين الأمثلة غيرهم هي الأمثلة بيستعملها العالم في تحسين جودة الحياة وحل مشاكلها كتير. الدافع هو الدافع وراء كل الاكتشافات والاختراعات والآلات والأجهزة وكل التطور وصل للعالم ده ومستمر كل يوم ما بيقفش أبدا. الدافع بتاع إيه؟ بتاع إن إحنا ندور على طريقة أحسن نعمل بيها اللي إحنا بنعمله. طيب مش هو ده الموضوع اللي هممني أصلا ليه؟ عشان قد ما كل ده مهم جدا للتطور البشرية وحل مشاكلها وتفادي مشاكل تانية وهكذا، لأن مش لازم على فكرة كل الناس تشترك في صناعة التطور ده، عادي جدا أنك ما تبقاش قادر على أنك تكتشف حاجات جديدة ما بتعرفش، ماشي ما حصلش حاجة، في ناس أشطر من ناس ومال، مش لازم تخترع أنت أدوية ولا أجهزة ولا غيره، أنت ممكن بس تصاحب الناس اللي بيخترعوا دول وتستفيد من اختراعاتهم لحد ما ربنا يسهل لك إنشاء وتبقى بتساهم في صنع الحضارة مش بس بتستعملها. ده مش وضع مثالي طبعا، عشان ما حكه جلدك مثل ظفرك، كلنا عارفين الحكايه دي، لما تعتمد على غيرك هتبقى معتمد على غيرك، ممكن يستغلك، ممكن يضايقك، ممكن يخصمك فيقطع يقفل عنك الحنفيه، ممكن حاجات كتير. وفي كل الاحوال هو مش عارف مشاكلك زي ما انت عارفها فعمره ما هيحلها لك، بس برضو ما علينا، ممكن تعيش كده وما تبقاش فاشل ولا عكاك ولا حاجه. ازاي بقى؟ بالنص الثاني من قضيه البحث العلمي، البحث العلمي عن اسباب النجاح. ده بحث علمي برضو، ها هو ده الأهم حتى بكتير من بحث العلمي بتاع الاكتشاف والاختراع. اسمعوا الدنيا مجنونة وبعدين أقول لكم إزاي. قلنا سميعة إن البحث العلمي نوعين، نوع بتاع نوعين أصليين يعني إحنا مقسمينهم دلوقتي مش هو كده بس، نوع بتاع الاكتشاف والاختراع وهكذا ونوع بتاع طرق النجاح. الأول موضوع بتاع الاكتشاف والاختراع ده، وأنت كل ما تفتح يعني أي محاضرة في الدنيا، أي مقالة في الدنيا، أي موضوع عن أي حاجة بتتطور في الدنيا، على طول تروح تلاقي الكلام بادئ بإيه؟ يا جماعة احنا عملنا إيه؟ احنا قعدنا نذاكر. قعدتوا تذاكروا إيه؟ قعدنا نذاكر كل الموضوع اللي يخص الحكاية اللي احنا بنتكلم فيها دي. وده طبعا بيحصل نظريا عندنا بس على 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 مقياس صغير جدا وعلى مقياس فردي، وكتير جدا اغلب الابحاث العلميه اللي احنا بنعملها اللي انا ما اقدرش طبعا مش في مكاني يعني انا قيمها موجوده في الادراج كده في معهد البحوث وفي غيرها، ما فيش حد بيعمل بيها حاجه اصلا، لان ما فيش اصلا الدوله مش شغلتها انها بتفكر ازاي نعمل كل حاجه بشكل احسن واكفى وكذا. في كتير قوي من الناس يعني انا كنت بسمع من 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 باحثين في معهد بحوث ان في ناس بطلت اصلا تعمل بحوث لان البحوث بتاعتهم لما بيودوها للحتت يعني المفروض يودوها فيها الحاجات دي بتسرق وبتتباع لناس تانيين وهكذا. فدي طبعا كارثه سوداء، ان مش الكارثه هي جوده البحث العلمي بس، لان موضوع البحث العلمي ده موضوع بيحتاج فلوس وهكذا ومجهود كبير من الناس وكده، بس ده بيحصل فعلا من 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 شويه من المصريين الباحثين المصريين. المشكله الاكبر في المخ في العقل بتاع الدوله اللي اصلا مش متدرب ولا عايز ولا مهتم بان هو يدور على ازاي نستعمل موضوع البحث العلمي ده. موضوع البحث العلمي ده
هو يعني لما تبص على الخواجه تلاقيه بيعمل ازاي كل حاجه كل حرف. يعني انت مثلا هتذاكر دواء جديد، هم بيخترعوا الادويه ازاي؟ بان هم يجيبوا ناس يديهم يعملوا عينات من الدواء، يجيبوا ناس مرضى ويجيبوا ناس مرضى برضو بنفس المرض يعني، وما يديهمش الدواء لحاجه، يديهم ملبس عشان يقيسوا هو الدواء ده فعلا بيشتغل نفسيا ولا له شغله، ويعمل عينات ويقيس مش عارف ايه. وكل انا هنا في الشو ده كل ما اجي اكلمكم، كل ما اتفرج على المحاضره واجي يعني احكي لكم كان فيها ايه، تبصوا تلاقوا الموضوع بادئ بان احنا عملنا دراسه على الناس دول لمده 10 سنين، عملنا عن دراسه على الحاجات دي لمده 30 سنه، عملنا دراسه على 20 دوله في 5 قارات مختلفين. ليه بيعملوا كده؟ عشان انت من غير ما يبقى عندك معلومات جاية من موضوع البحث ده مش هتعرف تعمل حاجة كويس. ده طبعا ده الجزئية البسيطة. بعد كده البحث العلمي بقى، الناس بتقعد، الناس ماسكة يعني، الناس بتوع الفيزياء الكمية اللي بيشتغلوا في العالم متقدم دلوقتي، الكوانتم ميكانيكس والفيزيكس وكده، دول قاعدين بقى ماسكين كل واحد بيمسك له فوتون بتاع نور ولا الكترون بتاع ذرة ويقعد يجرب فيه كده، بقاله كل واحد ماسك فوتون ولا ماسك الكترون بقاله 10-15 سنة ولسه مش فاهمين بالظبط ما بيعملوا ايه، هم بيدرسوا البتاع ده يشوفوه بيعمل ايه بالظبط عشان يخدم الابحاث اللي هي حاصله بالفعل. موضوع يعني كبير جدا. المهم دلوقتي اللي خدناه من الحته دي، عشان انا طولت اللينك ده فهسمعكم اغنيه الاول، بس دلوقتي هنركز على فكره انه كل حاجه في الدنيا، المواصلات بتتطور ازاي، الرصيف بيتبني ازاي، خلطه الاسفلت، واخدين بالكم من خلطه اسفلت؟ ما دي مش بكبده كده، عارفين حضرتك يعني لما مثلا انت تيجي تنزل من كوبري اكتوبر فتلاقي فجاه حفره غريبه كده، ايه يا جماعه ده؟ تكتشف ان دول عاملين شيء عشان يسد المطر، عشان يسحب ينزل فيه المطر فما يبقاش الاسفلت، حاجه ظريفه جدا. وبعدين تيجي بعد اسبوعين كده تبص تلاقي بتاع ده، الله، طب ما مليان زباله وطين وكده، فتسد فبدا يعمل مطب، فيروح بقى تلاقي مشكورين يعني، والله الله كتر خيرهم يعني، البلديه وكده او المجلس المحلي بتاع الحته بتاعت الكوبري، منزل الكوبري، يروح شايل بتاع، الله، طب وانتوا جبتوا مين اصلا من الاول يعمل يعني بتاع دي، حد بتاع كبده يعني، ولا جبتوا حد بتاع كده؟ ما انتوا لو جبتوا حد بتاع كده وهو عامل بحث علمي هيبقى عارف ان هو في مدينه زي القاهره ما ينفعش يحط بتاعه كده مخرومه عشان هتتسد وهيترمي وهتتملي بالزباله والتراب اللي مالين الشارع، يبقى ده ما ينفعش يتعمل. لكن ده بقى ياخدنا ان احنا نروح صارفين في شويه فلوس عاملين بتاع، وبعدين نروح شايلين بتاع، وبعدين نرصف، ونقعد طبعا في يعني في العمليه دي نقعد نستهلك شويه وقت كده. وبعدين الحمد لله دلوقتي منزل الكوبري بقى ما فيهوش البتاع، ويعني اتسفلت يعني مش وحش قوي. طيب دلوقتي هنروح بقى على، بعد ما اتكلمنا على موضوع البحث العلمي اللي بيطور الاجهزه والمواد اللي بنشتغل بيها وطرق الزراعه والصناعه وهكذا، ندخل بقى على موضوع البحث العلمي اللي بيطور طرق النجاح نفسها. يعني اتفرج على العالم المتقدم برضو، كل ما تيجي تسمع عن اي حاجه بيعملوها ازاي هتلاقي حاجه اساسيه عمرها ما بتتغير، انه طول الوقت بيدرس ادائه بطريقه علميه برضو. كل شركه، كل مكتب، كل مؤسسه، كل هيئه حكوميه، كل وزاره، كل حكومه بتقعد تدرس الطريقه اللي بتشتغل بيها، بيعملوا بحث علمي عن طريقه شغلهم. عايزين نقيم اداء الوزاره الفلانيه دي، بنعمل ايه؟ نشوف وظائف الوزاره، مشاكل بتواجهها الوزاره، ونقيس كفاءه عملها وقدرتها على حل المشاكل بطريقه كمان. كل بقى ما انت كل ما تتطور كل ما انت بتبحث عن حاجات اكتر، ففي واحد بيبحث هي الوزاره دي بتحل المشاكل ولا لا؟ طب بتحلها بأني طريقه؟ بطريقه بتاعت القرن اللي فات ولا الطريقه بتاعت القرن الجاي؟ طب الراجل ده بيشتغل زي اللي قبله ولا عنده فكره جديده؟ طب الفرقه بتاعته ناس مبتكرين ولا ناس ما مبتكرينش وهكذا. فلما تقيس الكفاءة العمل بطريقة علمية، مش بالبطاطس، مش بالمزاج كده، اللي هو دايما تسمع عندنا ده الوزير ده شاطر جدا، ده الوزير ده نشيط جدا، ده مش عارف ايه جدا، ده راجل جميل، ده راجل حبوب، ده راجل شريف، ده راجل نزيه، كل ما فيش بقى الكلام الفارغ ده خالص. ها، في ارقام بيترجم لها الاداء بتاع الوزارة دي والوزير ده ومدير الإدارة ده وكل الناس بيشتغلوا بالطريقة دي كويس. عموما كده لازم انت تلاقي حضرتك طريقة تقيس بيها جودة الشغل، وإلا عمرك ما هتحصل على جودة في الشغل. مسألة بسيطة وبديهية جدا يعني. طيب الناس بيقوموا جودة أداء أي مؤسسة في الدنيا دول من أول معلومة الإدارة دي بدأت، وهم عندهم قناعة كلنا نعرفها، قناعة النجاح بيستلزم رؤية أولا عند القائد. لازم مركب عندها رئيس واحد، والرئيس الواحد ده هو اللي بيحدد الرؤية بتاعت المركب، بقية المركب بقى كلها بتشتغل مع بعض عشان يحققوا الرؤية بتاعت القائد دي، من اول مساعدين للقائد اللي بيحددوا الاستراتيجيه بتاعت المركب تبقى عامله ازاي، والمديرين بقى اللي بيشوفوا ظروف شغل البحاره هتبقى عامله ازاي، والورديات هتقسم ازاي، وهناكل امتى، والى اخره الى اخره.
وطبعا برضو الناس اللي بيعملوا اللي بيعملين حسابهم على المخاطر، ها ده من ضمن علوم الإدارة برضو. الناس اللي بتعمل بحث علمي دول بيقعدوا يفكروا في السيناريوهات السيئة اللي ممكن تحصل، والبتاع ده ممكن يبوظ ازاي، البتاع ده ممكن يبوظ لو حصل له كذا، ولو حصل له كذا، ولو حصل له كذا، ويعملوا بقى إجراءات عشان الحاجات الكذا وكذا وكذا دي ما تحصلش. فضلة خيركم يعني، مش يعمل بتاع بعدين يشيلوها بعدين تفهمش مين عطاها ومين شالها. ما علينا، في السنين الأخيرة بقى حصل اكتشاف، وبرضو طبعا اكتشفوا الناس اللي بيبحثوا بشكل علمي عن أسباب النجاح دول، درسوا عدد كبير جدا من مؤسسات حول العالم كله على مدار 10 سنين كاملة برضو عشان يقيسوا مين ده اللي بينجح، صفاته ايه. خلوا بالكم ده بالظبط اللي احنا بنعملوش أصلا، ومش هنبدأ ننجح من غير ما نعمله، ان نشوف مين فينا بينجح في ايه ونفهم ونجح ازاي ونتعلم من تجربته دي. المهم اتضح الباحثين دول حاجه جديده، هم بيذاكروا المؤسسات دي، كشف الموضوع القائد صاحب الرؤيه وكل الفريق بيشتغل تحته عشان يحقق رؤيته دي طريقه بتشتغل فعلا بكفاءه شديده لما تكون الرؤيه اللي مطلعها القائد دي هي كل اللي انت محتاجه. يعني ايه؟ يعني فكر في التاريخ كده شويه، ده كان واضح جدا في كل تاريخ البشريه، من اول بقى الامبراطوريات الكبيره مثلا، يعني الاسكندر الاكبر عايز يعمل هو الاسكندر لوحده كده، لما هو ما عملش كده الناس هتفضل قاعده مكانها، لكن هو يروح عامل جيش وحاطط مع الجيش مهندسين ودكاتره وحاجات وعلوم وموضوع، ويروح رايح عامل امبراطوريه كبيره لحد الدول الاستعمارية كان شرحها برضو بتحسب بنفس طريقة، لحد قصص نجاحات الدول بقى في القرن اللي فات، لحد المؤسسات الصناعية والزراعية الكبيرة في القرن اللي يعني اللي فات ده على طول واللي احنا فيه ده، كل ده كان دايما وراء رؤية شخص واحد وساعات يعني عدة أشخاص، والنجاح اللي بيتحقق بيبقى هو تحقق الرؤية دي بتاعت فكرة مجلس الإدارة أو شوية مجموعة من الناس اللي هم نعتبرهم في الحالة دي بيتحولوا إلى شخص واحد برضو. بس الدنيا اتغيرت، ها التحديات بقت اكبر بكتير، الصعوبات بقت اصعب بكتير، المنافسه بقت احد بكتير، كل حاجه بقت اعقد بكتير. ففي اغلب الاحيان الشرط ده بتاع ان الرؤيه بتاعت القائد تبقى كفايه، تبقى كل اللي انت محتاجه، ما بقاش بيتحقق خلاص. قلنا سميعنا يعني اولا لازم العايز ينجح يدرس اسباب النجاح، قلنا النجاح ده ممكن يبقى قائم على رؤية قيادة سواء لمؤسسة أو دولة أو مجموعة من الناس حتى ما تفرقش، وأن شرط أن ده يحصل هو أن رؤية القائد دي تبقى كفاية، يبقى فيها كل النجاح ده تحديدا محتاج. كويس؟ طيب الجديد بقى، الجديد هو الناس اللي بيذاكروا أسباب النجاح المؤسسات الناجحة لقوا اكتشاف مهم جدا، لأن أنجح شركات العالم النهاردة هي الشركات اللي ما بتخليش الرؤية في إيد القيادة بتاعتها ولا حاجة. بعد ما العالم اتعقد قوي كده، وبعد ما التكنولوجيا غيرت كل حاجه فيه، سرعته واهدافه وطريقه شغله والفرق بين اجياله والخ الخ، بقى القائد صاحب الرؤيه ده وظيفته مختلفه عند المؤسسات، انهي اللي بيتميز شغلها بايه بالذات؟ بالابداع والابتكار. الشركات اللي بتشتغل في مجالات الابداع والابتكار دي زي الاي تي، البرمجه، السوفت وير، الانترنت، السينما، الانيميشن، الروبوتس، الذكاء الصناعي، وي ما بقتش قيادات شركات دي شغلتها تعمل رؤية خلاص، ان الشركات دي ببساطة بقت بتروح في حتت ابعد بكتير جدا من رؤية اي حد لوحده، واهي طبعا مجلس ادارة لوحده برضو. تعمل كده ازاي بقى؟ بقتش بانها حولت شغلة من يقودها الى انه يوضب الترابيزة لكل اللي في الشركة يطلع كل اللي عنده، وتلاقي طبعا طريقه تستعمل اللي طالع ده، مش رغي كده في الفاضي وخلاص، فتقدر بقى بالمجهود المجمع بتاع كل الناس اللي عارفين شغلتهم وعندهم شغف بيها توصل للافاق البعيده دي. مثال مهم جدا على الكلام ده بيشرح له، يعني ممكن انا شايفه يعني بيوضح الصوره تماما، افلام الانيميشن اللي هي زي الكرتون بتاع زمان كده بس ثلاثي الابعاد بقى، الفيلم تلاقيه في السينما كده مكلف بقى مليارات دولارات كتير وبيجيب مليارات دولارات اكتر وكده. هل تعلم مثلا اي فيلم انيميشن بيشتغل فيه حوالي 250 شخص؟ ده مش الناس اداريين يعني، دول ناس انيميترز، ناس بتوع كده، ناس بيعملوا جرافيكس دي، بيخلقوا الشخصيات وبيحركوها وبيعملوا الظل بتاعها وسرعه حركتها وطريقه مشيتها، وي 250 شخص بيشتغل مده 4-5 سنين عشان يتعمل فيلم واحد من دول، 250 شخص لمده 4-5 سنين، ها يعني حوالي 1000 بني ادم يشتغلوا عشان يعملوا فيلم واحد في السنة. في السينما بالذات زمان كان الفيلم هو الرؤية بتاعت المخرج، كل الناس التانيين بيشتغلوا في فيلم بيشتغلوا عشان يحققوا الرؤية دي، بيحطوا إضافات طبعا إبداعية بيقبلها المخرج لو شافها بتخدم رؤيته، بس مهم إن كل حاجة بتحصل من خلال المخرج. فيلم الأنيميشن ده بقى بيشتغل بطريقة تانية خالص، في رؤية المخرج طبعا بس هي مش رؤية عن الفيلم هيطلع إزاي، بل رؤية عن هيتعمل إزاي، والرؤية بقى بتاعت الفيلم هيطلع ازاي، هيطلع شكله ايه في الاخر، بتتعمل وهو الفيلم بيتعمل،
حاجات كتير قوي بتتغير خالص عن الخطه المبدئيه، كل حاجه بتتطور وهي ماشيه، لان اللي بيعمل فيلم ما بقاش خلاص المخرج، كل باقي بيساعدوه، فراسه ما بقتش جامده على فكره وبعدين خلاص الباقي بيخدم فيها عشان يرصفها، لا بقى العقل ده اللي فيه 250 بني ادم بيشتغلوا لمده 4-5 سنين بيتحول الى عقل خاص بالفيلم ده لوحده، بيبدا بقى يغير في الطريقه اللي بتعمل بيها كل حاجه. هو ده بالظبط اللي بتتحول ليه المؤسسات الكبيره في الدنيا النهارده، اللي محتاج شغلها الابداع، بقى يعاد ترتيب الشركه على ان اهم اشخاص بيشتغلوا فيها مش هم مجلس الاداره ولا حاجه، اهم اشخاص بيشتغلوا في شركه البرمجيات مثلا هو المبرمج نفسه، اللي لو ما عملش برنامج التليفون ولا الكمبيوتر ولا غيره المنافس والمختلف مش هيبقى فيه شركه اصلا، فبقى هو البطل والشركه كلها هي اللي بتحاول تخلق له بيئه يقدر يبقى بطل فيها وينجح ويعبقر ويبتكر. يبتكر يا سميعة، واخدين بالكم؟ يبتكر الناس يا سميعة اللي بيذاكروا، قلنا يعني هجمع كده سريعا قبل ما نختم، الناس بيذاكروا اسباب فشل ونجاح بتوع اي مؤسسة، دول اكتشفوا بالدراسة ان في مؤسسات كتير جدا بتفشل بسبب ان في رؤيس كتير، مثلا في طباخين كتير بيطبخوا، ما ينفعش كده، المركب والمرايسين بتغرق. طب لو مركب ليه رئيسين بس بتغرق، ما الطريقة دي بتاعت ان القيادة الادارة تبقى مش هي اللي بتسوق بل هي اللي بتوضب الترابيزة لكتلة الجسم المبدع انه يشتغل، هتشتغل ازاي؟ ما كل واحد هيبقى ماشي بدماغه، ازاي بقى نسيب الناس يقعدوا يتخانقوا على ايه الصح والاحسن والافيد؟ لازم في رئيس واحد، قائد واحد، مدير واحد هو اللي يسوق مركبه خلاص، صح؟ لا مش صح ولا حاجة. ده الكلام بتاع القرن اللي فات يا سميعة، مش بتاع القرن اللي جاي. في القرن الجاي، وده اللي بدأ يحصل بفعل دلوقتي في الشركات اللي بنتكلم عنها دي، الشركات والمؤسسات بتشتغل في مهنه الابداع الصعبه جدا، دراسه طريقه الشغل فيها لقت ان عكس المنطقي بالنسبه لنا الاختلاف الشخصي بين الناس والفروق الفرديه اللي بينهم مش بتستخبى عشان مركب تمشي بقى باكتر راي ما بيعملش صدام، لا العكس هو اللي بيحصل، طريقه الشغل وطريقه اتخاذ القرار بقت بتحتفي اصلا بالاختلاف والخناق، الناس هم مختلفين مش بيحاولوا يمثلوا الهدوء، يمثلوا انهم ما بيسمعوا بعض، لا بيسمعوا بعض بس بيتناقشوا بحده كمان، مش بس بيعرفوا يسمعوا، لا بيعرفوا يدافعوا عن وجهات نظرهم، بل بيحاربوا بقسوه عشان وجهات نظرهم دي تنتصر. الفرق بس طبعا الكبير بين ده وبين خناق على الاراء اللي احنا نعرفه لا مؤاخذه ان ده خناق الغرض منه هو نعمل الاحسن الافيد الاكثر ابتكارا، خناق كونستراكتيف بناء، مش شغلته انك تهد في قدامك ولا انك تكسر فيه ولا انك تطلعه حمار، شغلته انه يعرض وجهات النظر لتحدي قوي يخليها تتطور وتحسن وتكبر. ليه ده؟ عشان برضو البحث العلمي في اسباب النجاح وخصوصا النجاح المقترن بالابتكار بيؤكد ان من غير الخناقه دي مفيش ابتكار ولا حاجه، من غير صراع بين وجهات النظر مفيش ابتكار هيحصل، ومن غير ابتكار ما يحصل مفيش حلول للمشاكل المعقده هيحصل برضو. ها لو كان في حلول بسيطه جدا وهايفه وتافهه ومباشره المشاكل عمرها عشرات سنين كنا عملناها وكنا لقيناها بسهوله وعملناها ونفعت، هو مفيش. ها ده المقصود بكلمه بره الصندوق، وكده الصندوق فاضي يعني لازم ندور بره الصندوق عشان جوه الصندوق مفيش حاجه خلاص. المساله دي متعلقه بطريقه اتخاذ القرار، في طرق مختلفه لاتخاذ القرار في الدنيا، الاولى بتاعت نظريه صاحب محل بفلوسي، على فكره انا عارف انا عايز المحل بتاعي بعمل ازاي وانتوا هتسمعوا كلامي، وبعدين في طريقه اللي هي بتاعت مجلس الاداره، مجموعه من الناس ظراف كده يتعرض عليهم كل الافكار المهمه في السريع كده يعني فكره ورا الثانيه ورا الثالثه، ينقوا بقى حل فيهم، وبعدين في الجديد بقى قال لك وهو جوجل من شويه سنين فاتوا بيعملوا جيميل ويوتيوب وبيدخلوهم بقى في الانجن دي بتاعتهم، لا وطبعا ان المساله مش هتنفع يعني السيرفرز مش عارف اسمهم ايه، السيرفرز يعني حاجه تقنيه كده جوه اللي بيشتغلوا بيها شركات الانترنت لازم عندها سيرفرز يعني بتحط عليها كل الداتا بتاعتها، ودي بتبقى موضوع صعب يعني وكبير وكده، فلقوا ان حجم الشغل الجديد ده هيبقى مش نافع ان انت نشتغل بنفس السيرفرز بتاعتنا، ففي طريقتين للحل، طريقتين الحل دول، اولا ان احنا نبني على النظام اللي موجود نطوره لحد ما يبقى يستحمل طريقه شغل الجديده، والفكره الثانيه هي ان انت تبدا من الصفر، تبدا بقى كانك بتبني الشركه دي من الصفر، ومش صفر قوي طبعا لانك عندك كل اللي انت تعرفه بالفعل وتروح عامل كده. عشان ينقوا الحل ده تفكروا عملوا ايه؟ قسموا الناس بناء على مين شايف الحل ده ومين شايف الحل ده لمجموعتين شغل، وقالوا لهم انتوا على فكره الناس اللي بيشتغلوا على الحكايه دي مش هيشتغلوا حاجه تانية، انت هتقعد تبني في السيستم الجديد اللي انت شايفه سواء كان مبني على السيستم القديم او كان انت هتخترعه، هتقعدوا تشتغلوا عليه كل يوم تروحوا الشغل كده تشتغلوا فول تايم على هذه الفكره. عارفين قعدوا يعملوا الحكايه دي في قد ايه؟ سنتين كاملين، سنتين. ها
وايه اهم حاجه تعلموها وبيدوروا على الحل؟ ان التدوير على الحل اهم من الحل نفسه بكتير، عشان هو ده اللي بيجهزك للمستقبل بقى، هو اللي بيجهزك للتحدي اللي جاي هتعمل فيه ايه. مش مجلس اداره نعرض عليه الخيارين اللي عندنا وكل واحد ينجعص كده في كرسيه ويبص على الارقام وبعدين ينقي اللي هو شايفه صح. لا، كل العقول دي تدخل في معركه مع بعض، والحل الاحسن هيطلع في وسط المعركه اكيد، وفوق اكبر هديه على الاطلاق معرفه اكتر، تعلم اكبر، اسئله اكتر بكتير تجاوب عليها في الطريق. اما تفكروا في 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 الديمقراطيه هتلاقوا ان هو ده الاتجاه اصلا برضو اللي هي ماشيه فيه في الدنيا كلها. زمان كان برضو في حكم الفرد، الامبراطور الملك اللي اصلا بيحكم على الناس يموتوا او يعيشوا، وبعدين البشريه اخترعت الديمقراطيه فقالوا خلاص احنا هننقي شويه ناس زي مجلس اداره كده هم دول اللي هيقرروا ويحطوا القوانين وي وي وي. ودلوقتي العالم فهم العيوب اللي في النظام ده وبدا يتجه ناحيه الجراس روت ديموكراسي بيسموها، الديمقراطيه اللي جايه من تحت خالص، اللي فيها الراجل اللي في الشارع ده هو اصلا اللي سيد قراره فعلا بايه، بان هو اللي بيدير حياته بقى من خلال المجالس المحليه وهكذا. دي بس يعني قلت ارمي نور كده على الحته دي عشان تشوفوا القوس القزح كاملا بتاع ازاي المستقبل محتاج افكار تتخانق وتتصارع، والصح والاحسن والاجود والافيد للمستقبل والاكثر ابتكارا وابداعا اللي هو بقى ضروري عشان المستقبل ده ننجح فيه وما نفشلش ونفضل خايبين لمؤاخذه. هيبقى منتج لعقول كتير بتتصارع عشان تطلعه، مش ولا عبقرية أي حد ولا عبقرية أي مجموعة ولا الكلام بتاع زمان ده. بس خلاص نورتونا.